مرحبا الساعة. مرة سيدة مرة وضوي يغلف مني. يلا. شوفك الشيك وين انت انت. يلا. منه وقصب بين بين هالسيد. رمضان. زمانك لك. وصايم. يا سلم انت اول شيء سلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما نكذب انا اقول لي هذا ميرا وادي. نعم نوادي من ابوه من يوم الصبح انا اعرفه ميرا وادي اعرفه. تخلكم من هذا كله. مطرش لكم هذا الظرف من عند ريال. يا الله. ايبا انا التعبان. اصبر يا ابوي اصبر. انا الميهود. اصبر يا ابوي ما انا الحصان. اصبر اصبر طلع عني. ميهود وش توك توك خابر. تعبان. اصبر يا ابوي اصبر 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 يا ابوي كلنا تعبانين كان لم التعب. انت ما تعبان. كما تعبان. لو تعبان ما مستوى قرن قشو البارحة. تعبانين يا ابوي لس يا اخي. لعبوك. اصبر يا ابوي اصبر. ايمن الخير. لمن ايوب. تضحك انزيني لس رد مكانك. امس ما معطاين انتو من ما انتو معطاين ابو راشد من عاطي هذاك راح برزقه يا اخي يا برزقه اقول لك ان احنا تعبانين بعد ترى وش تعبنا كما تعبان انت تعلم حالي ما تعلم حالي من امس تدق طبل ولاك تعبان اليوم يوم شفت الظرف قلت تعبان لا حول ولا قوه الا بالله لا حول اي من الله خير يلا انتو حساد حشم حسد فيكم محزين كما حسد مرتيت العطل وش ده نصيب رزق من الله رزق من الله وفي مزرعتي وكل يوم تلعط انت انت حازمني تو ما حازمني انا يا سلم عليك وانسك لا تياني طول لا تياني طول كم تقطع عني الرزق قمرك رزقي هنا رزقي رزقي هنا اي من الله انا ابو الله محمد رسول الله الف مره الف مره ما يا ابوي لا ترفع علينا ضغطنا لا ترفع كان لمن ذا كان اعطيته عينه من الله خير معينين فهد معينين من الله خير من الله بخير معطاي زكاية انت المفروض ما تخابر طول معطاي مرة يا ابوي هذا انت ما تعال 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 وش تبا تعال يا ابوي وش تبا اي مهو لا سيدي فعل لا سيدي فعل 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 يا ابوي امانة تعرف الامانة انت تعرف الامانة تعرف الامانة انا اقول ثورة ارض السماوات من امانة لا حول لا قوة فهد فهد انت تكون حقاني انسان حقاني انت معطاي هذا الظرف حق انسان حق الفقير والمحتاي فقير فهد محتاي فهد معطايين كان له مرة واحدة المن عطى مرة واحدة زكاة ماكل عينه ساعة معطايين تعبان احنا انا تعبان بعد انا تعبان بعد انا انت تعرف يونيت العش احنا كم ولد عندي يعني كم واحد سبعة الله يزيدهم سبعة عندي يونيت العش ما سدنا خمس ايام شوف انت ما تعب الكهرب والماي والصرف هذا وبيتين تعب ولا ما تعب يا ابوي انا اقول يا رب وصف الحق فهد انت انت انصف بالحق انت انت معطاي مرة واحدة خلاص مفروض ما تفرح انت انصف بالحق ما بتسلم من يوم يا ابو يا ابو خابر انت ما اعطينا فرصه انت خابر انت معطاي وديه وحده ومزرعتي ولا تخابر انت اعطني هذا الظرف وانا بتصرف فيه طيب تصرف لك ليش انا عندي ناس انت واحنا ما وش عندنا احنا غربان ترى ناس عندنا صايم انت ما حد صام الا انت واحنا في الطار يا ابوي انا في الطار تشوفنا في الطار ناكل ترى صيام بعد لا تخلينا نغلط عليك ولا اقول كلمه ما غاوي انتوا يوم يجيكم الخير ما تبوا ليكم ارواحكم بس ما تبح يصير منا طول ليك في بطونكم يا ابوي انا ما عشان معطايين مرة واحدة يا ابوي الرزق ما يعرف مرة واحدة رزق وش هذا هذا ما رزق هذا واسطة سوت كان كله لا لكم تو لا اله الا الله عليت والله يا ابك ذيك اليوم ما معطايين على ظرف انا ما معطاي نعم انت تو الرزق ما يعرف علي معطاي ما معطاي فهد معطاي ظرف مع فاعل خير وقلت قال لي يبه يبه قاسم نفي قلت له انا معطاي حق من نفس معطيه حق حد ولا طرش حق الشباب كله خلاص يعني يمكن لي ابوي ظرف واحد صبر يا ابوي صبر يمكن لي رنك ثاني رنك عنه صل على النبي صل على النبي انا صايم تبي عندنا المغرب ما في فايده افطر عطوا عطوا بالي عطوا بالي لا 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 ابو شرف معطاي كان لما معطاي يا ابو علي انت ما تنصف الحاجه انت ريال تقول الحق كلمة خير علي 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 ما محصل محضر خير معطايين يا ابوي انا ما انا تعبان ريال تعبان انا ريال تعبان انا ما تعبان اعطيك له راسين غنم عندي يا ابوي انت عندك لا غنم لا عرس ولا حرمه ولا تند ولا ولد انا عندي اولاد معرس قول لا اله الا الله محمد لا اله الا الله محمد رسول الله لا تجيب هاي في هاي انت معطاي حق يبى للجميع غير هالرمسه ما عندي انت وش تبى اللي بتصرف على الهوش من انت لا انا بعد بشتري سامان حق البيت انت يا ابوي انت عندكم خير عندكم انا الله يعلم بالحال الله يعلم بالحال ما معطاي ذيك اليوم يا ابوي يا ابوي ما اوكي ما مشكله لو مطرش ليه ما مشكله ما مطرش لكن مطرش معطاي انت معطاي مره صح انزين معطاي يا ابوي مره معطاي مره انت اذا ضميرك يرضيك تعطاه عطى 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 الريال ما معطاه انت اذا تخيل وتستحق لا تجاني هالمزرعه طول روح لا تمر سير يا ابوي روح مره روح انت بعد يوم تحط سجلاتي قدامنا فهد
فهد عطها الظرف. عطى الريال ما معطاي. لا 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 اقول لك توكل ما داعي سير برا علي. هو ما موضوع معطاي ما معطاي، موضوع امانه. انت يا امانه كم مره مرتين؟ جت هو قالكم تراته وانت سامع بعد الريال. انت فهد عط الظرف اللي تبان لي شوفه تبان ما يا ابوي انت مزرعتنا وتضاربني. صبروا صبروا شي حل شي حل. كم في الظرف؟ هذا ضرب ما في فلوس، هذه رساله ريال ولده مريض يبي يطرش يعالج، قال له عطى الشباب يمكن حد يساعد يمكن يطرش. هم يتسابقوا على الخير كذا يعني ولا وش؟ الو ها؟ الهوش ما جايات؟ يلا تو بيك، انا قال لك لا تطلعنا قدام المغرب، تعبنا صايمين الله يجيب. اقول لك فهد كم الساعه عندك؟ كم الساعه عندك؟ كم؟ الساعه 5 تو بتجي 5؟ يا ابوك مودي ام المستشفى ونسيت ابي اذن علينا المغرب. من الباب من الباب من الباب.